تاريخ كبير، يعني تاريخ كبير جدا جدا للكابتن ربيع ياسين. وانا من الناس اللي تشرفت ان انا لعبت بجانب الكابتن ربيع في اول ما صعدت للنادي الاهلي وانا كان عندي لسه 18 سنه، والكابتن ربيع زعق لي وقال لي العب راجل في كوره باخدها. ولسه فاكر نفسي بقى ان انا عايز ابين نفسي وارقص. كابتن ربيع يعني من الحاجات اللي انا ما انساهوش، من الناس يعني اللي كان ليها فضل عليا فعلا ان انا اخش منظومه النادي الاهلي ويشيل الرهبه من عندي الكابتن ربيع ياسين، غير طبعا مشوار المنتخب وكل ده هنحكي عليه. يا كابتن نورتنا وشرفتنا مره ثانيه. يعني انت كنت لعيب كبير ولعيب نجم طبعا من صغرك، ومؤدب جدا ومحترم جدا. واحنا عاداتنا يا هاني في مدرسه النادي الاهلي وبيت النادي الاهلي طبعا ومنظومه النادي الاهلي ان الكبير بيحب الصغير والصغير يحترم الكبير. هو ده سر كبير جدا في نجاحات كتيره جدا بتيجي بفضل الله، ثم الحب، الاسره، التماسك والترابط. فانت طبعا كنت لعيب نجم ومطيع جدا ومشروع حاجه جميله جدا، وشرفتنا في الخارج. مفيش شك انك نجم كبير من صغرك، ربنا يخليك. كنا سعداء، كنا سعداء بيك وباخلاقياتك وحبك وانتمائك للنادي الاهلي. ده شرف لينا نكون واحد من ابناء النادي وواحد من اللي لعبوا مع حضرتك. لا خليك يا كابتن، اتفضل. لا لا انا كنت بس هتكلم مع عمر على الخناقه اللي كانت قبل كانت قبل التقرير. شفت يا كابتن بيقول لي على اللي هو حضرتك قلت له كاس العالم 90 كان عمر عنده قد ايه؟ فقال حضرتك عمر كان 88، فانا كنت في الاردن. الاردن الالعاب العربيه. فهو جاله تليفون الدوره العربيه. عمر يعني اسيبك واسيبك واسيبك قلت له تسيبني. ده يا كابتن ربيع اللي كنت هقوله، انه حضرتك واحنا بنبدا في الفقره دي كنت قلت له يعني اسيب الواجب الوطني واجي لك. طب يعني الكلمه دي كلمه مهمه جدا واستوقفتني جدا، لانه كمان حضرتك يمكن من المدافعين الكبار جدا والعصريين في نفس الوقت، وطول حياتك افتكر قضيته في الاهلي. يعني حياتك كلها كانت في الاهلي لحد ما بطلت. انا دلوقتي في اكتر لعيب بيقعد في النادي الاهلي، دي حقيقه. انا 3 ايام في الاسبوع بقعد وما اروح العب كوره وموجود. ما بعرفش اقعد غير في النادي الاهلي، ما بعرفش. يعني هو حياتي حتى اي مواعيدي في النادي الاهلي، لان ده بيتي وليا الشرف ان اكون من ضمن الاجيال اللي ساهمت في تاريخ وبطولات النادي الاهلي. طبيعي جدا. فانا سعيد جدا بتجربتي الكبيره، وده بيتي اللي انا بعتز بيه وبتشرف ان كنت موجود فيه وساهمت بجزء بسيط جدا. مفيش كلام ان هو بفضل الله طبعا خيره على الجميع، مفيش كلام. كيان كبير جدا بنحترمه ونقدره ونحبه طبعا. فطبعا الكيان ده بالنسبه لنا طبعا رقم واحد في حياتنا. فحاجه كويسه. وبقول له عمر فعلا ما اقدرش اتخلى عن واجبي واضحي حياتك. وطبيعي جدا ان احنا كنا حياتنا كلها طول اليوم يعني في النادي الاهلي طول اليوم من اول الصبح لحد بالليل. وافتكر ان حضرتك مستمر على ده برضو لحد دلوقتي. لحد دلوقتي يعني ده اكتر مكان كابتن ربيع ياسين افتكر يكون متواجد امبارح في النادي الاهلي. قصدي لحد دلوقتي. لحد دلوقتي اللي انا قاعد فيه 3 ايام في الاسبوع بروح العب واقعد. انا ما اعرفش اقعد غير في النادي الاهلي، يعني ماليش قاعده بره. هي قعدتي في النادي الاهلي، خلص كوره واقعد في النادي ده البيت. دي حقيقه يعني. فالواحد بيتشرف انه موجود في مدرسه كبيره جدا بتعلم اجيال وبتخرج اجيال. دي حقيقه. دي حقيقه يا كابتن. ويمكن كل الجيل كنا بنتعلم كده، يعني بنتعلم ان قبل التمرين باكتر من يعني التمرين بعد الظهر بنروح من الصبح نقعد في الجنينه ونقعد نتكلم. واليوم كله يبقى اليوم الطويل موجود دايما في النادي الاهلي.